اعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل جندي واصابه اثنين اخرين في اشتباكات شمال قطاع غزه وجنوب لبنان خلال الساعات الماضيه ونقلت صحيفة دعوة احرنوت الاسرائيلية عن بيان الجيش قوله ان جنديا لقي حتفه اثناء القتال في شمال قطاع غزه، مما يرفع حصيله القتلى منذ هجمات السابع من اكتوبر من العام الماضي الى 350 قتيلا، وتابع البيان ان جنديا اخر اصيب بجروح خطيره في نفس الحادث، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي حدث منفصل اصيب جندي احتياطي من الكتيبه 7012 الاسرائيليه بجروح خطيره اثناء القتال في جنوب لبنان حيث جرى نقله الى اقرب مستشفى لتلقي المزيد من العلاج